Muka surat 411 ya. 411. Surah Luqman. Silakan. Tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا Ulaika lahum azabun muhin. Ulaika lahum azabun muhin. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ يا شيخ النافي كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بل الظالمون في ضلال
مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. Panjang sangat. Kat belakang tak ada apa pun. Ada mak. Ya. Tak ada apa. Okey. Okey, tu ulang balik mak. Ya bunyi. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. Yang kedua dah ulang tak perlu berhenti dah yang pertama je. Tak apalah. Yang pertama ya. Okey. Berhenti mana? Wal up. Dah habis sampai cakap entah nak berhenti lah. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض
min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamid. Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَقَمَنِ وَمَا فِي السَّمَاءِ انت kena bagi انت وقاو انت baca balik sampai ni'mah انت baca situ ni'mah ni'mah baca balik alam taraw an أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يُحْزِنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Jelaskan sikit jelaskan sikit istilah dia. Tak masuk dalam speaker lah. Oh, baik. Numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila 'adhabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila 'adhabin غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن
الله هو العلي أن ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذا وإذا غشيهم موج كظلل لدعوا أنت تنقى في إن في ذا يا شيخ Ya ya dengar. Wa idza washi. Tak entah tertinggal inna fida. Inna fida. Wa idza. Tak inna sina. Tapi entah tertinggal fi, entah baca inna zalika. Inna fi zalika. Inna fi inna idza masyaallah. Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin syakur. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فمنهم مقتصد وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلم نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ Bacaan pertama entah betul, yang kedua entah ulang salah baris. Mak je. Illa kullu. Yang kedua. Okey, baik. Mak dia. Wa la yajhadu bi ayatina illa kullu khattabin kafur. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن يوم
Aladih boleh, tak ada apa pun kat belakang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa syawwum ma yajzi wa walidi wa li anta punya soal line tak apa kuat kot. Ayuhan nasu taqu lain yang tak kuat-kuat. Cuba suara yang tak putus-putus ya. Ha, putus-putus. Kenapa? Lain yang tak ke? Hujan ke? Lain mungkin kot. Okay. Tak, sini panas. Panas. Okey, sila. Boleh tu. Ya, Yohanas balik. Ya, ay. Ya. Baik. Ya ayyuhannas taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an waladihi shay'an. Ya ayyuhan nas yaqdu'u awalidihi awaludun wajazin awalidihi. Ambil betulkan balik. Oh baik, tapi sebenarnya kat belakang tak ada apa pun yang tak. Ya betul. Tak apalah, entah entah terus daripada yang daripada wajah ke dua. Dua. Siapa siapa entah baca rabbak entah sampai walidih. Okey baik. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi 'an masyaallah wakhshaw yawman وَخَشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخَشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. Teruskan, boleh lah. Tidak ada وَاخْشَوْا وَلَا. Tak apalah, وَلَا مَوْلُودٌ. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ لَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. Okay, ambil mana litun. Litun zira qawman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Jadi kena ulang 4 kali ya. 3 kali. Litun zira. Semua ada. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء السماء ini dua entah kena baca pendek dapat baca panjang dan pendek eh pendek panjang panjang dan pendek nasama ilal aw kena baca dua kali يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم بهم كافرون. Okay, kita baca wajah satu. Wajah satu baik. Okay, Isra. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا ما شاء الله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Okay, sila. Ah, tak ada lah, tak ada. Saya terbaca Israq je, lupa. Teruskan. Wajah satu je. Ya. Teruskan. Dan tajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbi. بهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن
كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلك ما من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون تبقى وجه دوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
Inna Allah kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Watawakkal 'ala Allah. وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي pendek. Wama ja'ala azwajakum allati tadhahharuna minhunna ummahatikum wama ja'ala ad'iyakum abna'akum abna'akum. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ما شاء الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ Line problem balik Syekh. Hello. Ina misa qawm. Line problem balik. Anda kena betulkan telefon kita. Boleh. Okay, boleh. Entah baca wajah tiga. Wajah dua panjang sikit, tak apa. Wajah tiga kurang.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا ميثاقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَإِذْ زَاغَتِ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تليتم ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان وعد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا وجه 3 sekarang قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت قل لن ينفعكم الفرار إن ف
فَفَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Oh, putus in arada bikum. Putus suara. Ulang balik. In arada bikum. Putus ya. In arada. إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم باكون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما وعدنا قالوا هذا ما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Yang empat. Hello. إن المؤمنين رجال صدق. Semua. Dengar. Lain kurang sikit. Okay, boleh ikut. Ejah. Okay, baik. Okay, baik. Silakan. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم فضل قدس ومنهم من ينتظر أبدا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذي فضلهم لم ينالوا خيرا والله المؤمنين وكان الله قويا فينا وانزدين الله هم من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروا من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وفي قلوبهم الرعب فإن تقتلوا تأثيرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن إن كنتم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم يا شيخ جسناه كده بتيكا جوز صدق الله اوكي باي باي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.